سابقة، لأنه زين اتفقنا انه اشرح لكم الفيجر من المحاضره السابقه، لانه كان ما عندي بوينتر، صعب اشرح الفيجر، كان فشويه اشرح لكم عن الفيجر من المحاضره السابقه ونبدي بمحاضره اليوم. الكيدنيز انتم تعرفون انه كل كيدني، وي هاف تو كيدنيز، كل وحده الطول مالتها تقريبا 12 سي ام، والعرض 6 سي ام، والثيكنس 2.5 سي ام. Have two borders. The medial border, هذا الميديال border اللي هو يكون convex، العفو concave، الميديال border concave، واللاترال border هذا اللاترال border اللي هو يكون convex. فإذا two borders for the kidney, the medial one which is concave and the lateral border which is convex border. الميديال border نسميه hilum، هذا المكان نسميه hilum. والهايلم هو مكان دخول النيرف ومكان دخول وخروج الارتريز، الارتري اللي هو رينال ارتري والفين والليمفاتكس، المكان اللي تطلع من عنده هاي الاشياء واللي تدخل النيرف والفين والارتري والليمفاتكس من الهايلم. وايضا تعرفون انه اليوريتر، هذا اليوريتر ذا ابر اند اوف ذا يوريتر از دايليتد، واللي نسميه pelvis، هذا المكان هو pelvis، مكان متوسع من اليورتر، the upper end of the ureter we call it the pelvis. The pelvis ينقسم into two or three major calluses، two or three major calluses. هسه أنا وياكم هذا pelvis، حد هذا بالpointer هو pelvis، والpelvis ينطي هذا one major calyx وهذا other major calyx، فهو يعطينا عادة 2 إلى 3 في هاي الصورة راسمين 2 major calyces، هذا الواحد الكاليسيز جمع والكاليكس مفرد، هذا واحد كاليكس وهذا الكاليكس الاثنين. فإذا البلفس هنا بهاي الصورة انطاني 2 major calyces 1 and 2، هذول اثنين، واحد اثنين major calyces. كل major calyx ينطي many minor calluses، راح اجي وياكم بالبوينتر على الماينر calluses. هذا الميجر كاليكس، هذا الميجر كاليكس ينطيني ماينر calluses. هسه هنا بالرسم هذا منطيني واحد وهذا الثاني، هذا نسميه ماينر كاليكس، ماينر كاليكس والمجموع ماينر calluses. فاذا كل ميجر كاليكس ينطيني many minor calluses. هنا بالرسم هذا الماينر واحد من عندهم، هذا ماينر كاليكس وهذا الثاني اللي متفرعين من الميجر كاليكس، والميجر كاليكس متفرع من الرينال بيلبس. الكدني تتقسم structure of the kidney، نقسمها into cortex، هذا المكان cortex راح امشي بيه بالبوينتر منه من الطرف الى هنا، هذا اسميه cortex، خل اصعد لكم فوق لان هذا الانحناء مبين، منه الى هنا هذا cortex، هذا cortex. والجزء الثاني اللي هو راح ابدي بيه منه الى العمق الى هنا هذا نسميه ميدولا. فاذا تتقسم الكدني انتو كورتكس اند ميدولا. الغلاف الخارجي للكدني هو ثين ممبرين، ثين كابسول، ثين كابسول سراوندينج ذا كل ستراكشر اوف ذا كدني، هذا الثين كابسول اذا اريد امشي وياه بالبوينتر، هذا الكابسول اللي هو ثين كابسول سراوندينج ذا انتاير كدني، هذا الثين كابسول سراوندينج ذا انتاير كدني. هنا هذا هو الكابسول، بس هذا يعني الاستداره مال الكدني، هاي الاستداره مالتها، بس هو الكابسول عفوا هذا الكابسول. فاذا عندي ميدولا، عندي كورتكس، وهذا المكان الوردي طوخ هو الكابسول اللي هو عباره عن ثين كابسول سراوندينج ذا انتاير كدني، سراوندينج ذا كورتكس اند سراوندينج ذا ميدولا. فاذا لحد هنا عرفنا شنو البلفس وشنو الميجر الكاليسيز وشنو الماينر كاليسيز، وهاي الكورتكس، هذا المكان هو الكورتكس، والمكان الثاني الجزء الثاني من الكدني هو الميدولا، واللايننج اوف ذا كدني هو عباره عن ثين كابسول سراوندينج انتاير كدني بوث كورتكس اند ميدولا. بالمايكروسكوب لايك مايكروسكوب نشوف الكورتكس دارك ان كلر، داركر ذان ميدولا، الكورتكس اللي هسه انا واقفه عليها اشوفها دارك ان كلر. ليش؟ لانه تحتوي ماني كوربسلز، هسه اللي هم انتم احنا نسميهم يمكن اسم اللي انتم بتعرفين عليه جلوميرولاي، وهسه اقول لكم شو الفرق بين
الجلوميرولاي والكوربوسلز. فالكدني عفوا الكورتكس هو المكان اللي تتواجد به الكوربوسلز او الجلوميرولاي. الكوربوسلز او الجلوميرولاي هو المكان موجود فقط ان ذا كورتكس. ايضا بالكورتكس اشوف التوبيولز، فاذا بالكورتكس اشوف الجلوميرولاي واشوف التوبيولز، لكنه بالمجله ما اشوف الكوربوسلز او ما اشوف الجلوميرولاي، ما موجوده جلوميرولاي، موجوده فقط الدكتس اند تيوبيولز. كل هاي الكوربوسلز والجلوميرولاي والدكتس والتيوبيولز راح نجي عليها بالتسلسل، نشرح عنها بالتسلسل. زين بالنسبه للمجله، المجله كومبوزد اوف ميني كونيكال ستراكشر، تراكيب قمعيه مثل القمع. كونيكال ستراكشر هاي اللي دا امشي اشر عليها، هذا كونيكال ستراكشر واحد، هذا ثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس. بهذا الرسم هو عاده من 8 الى 15 ستراكشر اللي هو كونيكال ستراكشر. شو نسميه؟ نسميه بايراميدز. فاذا المجله عباره عن ماني بايراميدز اللي هي عباره عن كونيكال ستراكشرز. هاي البايراميدز طبعا بيها بيس وبيها ابيكس. هذا البيس مال البايراميد وهذا الابيكس القمه مالته، القاعده والقمه. القاعده اوف ذا بايراميد موجوده على الكورتيكو ميدولاري جانكشن. هذا الخط راح امشي عليه شباب، هذا الخط هذا نسميه كورتيكو ميدولاري جانكشن. كورتيكو ميدولاري جانكشن هذا هنا هو منطقه التحام الكورتكس بالميدولا، نسميه كورتيكو ميدولاري جانكشن. فبالنسبه للبايراميد البيز مالته هسه هذا البيز اللي منقط بالنقاط السود، منقط بالخطوط السود المقطعه، هو موجود بالكورتيكو ميدولاري جانكشن. والابيكس موجود باتجاه الهايلوم، مفتوح بالماينر كالكس. هسه مثل ما تشوفون مفتوح بالماينر كالكس، نسميه بابيلا. هذا الابيكس نسميه بابيلا، ذا ابيكس اوف ذا بايراميد نسميه بابيلا. فارجع اعيد، المجله هي عباره عن 8 الى 15 كونيكال structures. هاي structures نسميها conical structure، تراكيب قمعية مثل الأقماع تجمع الفلويد. هاي التراكيب القمعية موجود بها بيس وبها موجود أبيكس. بالنسبة للبيس هذا الخط المقطع موجود بالكورتيكو ميدولاري جانكشن، والأبيكس موجود ينفتح بالماينر كالكس، ينفتح بالماينر كالكس. زين يفصل بين البيراميدز تشيو اللي هو امتداد من الكورتكس، من امتداد من الكورتكس. هذا شوفوا الوردي الفاتح اللي يفصل بين المكان الدارك، الدارك هو البايراميدز، والمكان الفاتح هو امتدادات من الكورتيكال تشيو، نسميها رينال كولوم، نسميها رينال كولوم. هذا اذا هذا رينال كولوم واحد، هذا رينال كولوم اثنين، هذا رينال كولوم ثلاثه، هذا رينال كولوم اربعه، وهكذا يفصل بين البايراميدز. زين هسه الستركتشر اللي تكون عندي اللي هو عباره عن بايراميد اند سراوندينج كورتيكال ستركتشر اللي هو هسه مأشر بالخط المقطع الازرق، اسميه رينال لوب. هذا المكان كله اللي مأشر مظلل ومأشر بالخط الازرق نسميه رينال لوب. فاذا شنو رينال لوب؟ الرينال لوب عباره عن رينال بايراميد سراوندد باي ا كورتيكال تيشو. هاي الكورتيكال تشو، الكورتيكال تشو شلون اجتنا؟ عن طريق من البيز متصل بها الكورتكس، والسايدز اوف ذا بايراميدز داخل بها او يفصلها الرينال كولومز، الرينال كولومز. فاذا هاي الرينال كولومز هي عباره عن كورتيكال تشو، وهذا كورتكس فاذا كورتيكال تشو، وهذا رينال كولوم ثاني. فهذا الستركتشر اللي هو عباره عن رينال بايراميد، هذا الرينال بايراميد سراوندد باي ا كورتكس. راح امشي ويا الكورتكس من البداية اللي هنا كولوم، رينال كولوم، وبعدين هاي الكورتكس مالتنا ورينال كولوم اللي احنا اتفقنا انه رينال كولوم امتدادات من الكورتكس. هذا كله اسميه رينال لوب. والرينال لوب يتقسم الى مالتيبل لوبيولز، يمكن هاي شوفوها هسه بالخطوط هيك المقطعة اللي هي عبارة عن ميدلاري تيشو سراوندد باي كورتيكال تيشو. العفو هي عبارة عن تيوبيولز والدكتس اللي موجود بالميدلا، التيوبيولز والدكتس الموجود بالمدلة surrounded by a cortical tissue. هاي نسميها renal lobules. فهذا كل الأشياء المهمة اللي تتعلق بالstructure of the kidney، وأنا يمكن يعني أتوقع أنتم أخذيها بالأناتومي. هسه بالنسبة للكدني، the functional unit of the kidney، the functional unit of the kidney نسميها renal corpuscle، الوحدة corpuscle، the functional unit.
نسميها رينال كوربسل، والرينال كوربسل عبارة عن العفو the functional unit هو النفرون. النفرون هي عبارة عن كوربسل، هذا هسه مأشر بالرسم كوربسل and tubules اللي هو هسه أنا دا أمشي عليها بالرسم. فأخل أعيد خاف شوية شوشت عليكم المعلومة. The functional unit of the kidney هي النفرون. The functional unit is a nephron. والنفرون عبارة عن رينال كوربسل اللي هو هذا الرينال كوربسل and tubular system اللي هو هذا التيوبولار سيستم، هسه أفصله بالتسلسل. بس هذا النفرون موجود من عنده 1 إلى 4 ملايين in each kidney. Each kidney have 1 to 4 million nephrons. فالنفرونز عددها كلش كبير in each kidney. اللي هي قلنا اتفقنا انه النفرون هي الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني. يعني شنو الفانكشنال يونت؟ يعني هي اليونت المسؤوله بشكل اساسي على الفلتريشن اوف ذا بلاد. باعتبار احنا بالمحاضره السابقه اخذنا الفانكشنز اوف ذا كيدني، ومن اهم الفانكشنز اوف ذا كيدني هو فلتريشن اوف ذا بلاد. يتخلص من الكيدني، تتخلص من الويست ميتابولايتس الموجوده بالبلاد، تسوي اسيد بيز بالانس، تسوي الكترولايت بالانس وهكذا، فتتخلص من كل شيء زايد. فالمكان اللي تجرى به هاي العمليه هو النفرون، والنفرون موجود عدد هائل من النفرونز ان ايتش كيدني. ايتش كيدني هاز 1 to 4 مليون نفرونز. هسه خلينا نتفق النفرونز هي عباره عن جزئين، الجزء الاول هو الرينال كوربسل والجزء الثاني هو التيوبولار سيستم. هذا التيوبولار سيستم هسه راح نبدي نحكي عن كل واحد من عندهم. طبعا هذا هسه المكان اللي راح اشرحه ماخذيه من المكان اللي هو الكورتكس وبدايه المدله، الكورتكس وبدايه المدله. فهذا الجزء المكبر مستقطع من هذا المكان. حتى ليش هاي اريد افهمكم انه الكوربسل موجوده فقط in the cortex، والتيوبولز تبدي امتدادها من الكورتكس وتمتد الى المدله. فالكوربسل هذه موجوده فقط بالمدله، والتيوبولز موجوده بشكل اساسي موجوده in the مدله، وجزء من عندها بسيط موجود العفو الكوربسل موجود in the cortex. الكوربسل موجود in the cortex بشكل أساسي تماماً، مثل ما اتفقنا أن الكوربسل موجود فقط in the cortex، والتيوبولز موجودة بشكل أساسي in the cortex وجزء بسيط من عتها بالمدلة. خلي أرتب معلوماتكم من جديد. هذا cortex، هذا الجزء الثين هو cortex، والجزء هذا العفو الجزء الفينت هو cortex، والجزء الدارك هو المدلة. فالكورتكس هذا الوردي الفاتح هو كورتكس، والطوخ هو المدلة. الكورتكس هو المكان الموجود بالكوربسلز. الكوربسلز ما موجودة أبداً إن ذا مدلة، موجودة فقط بالكورتكس. فالكوربسلز ويا التيوبولار يونت نسميها النفرون، اللي هسه راح أجي أحكي عنها بالتدريج. خاف شوية شوشت مرة غلطت شوية، فأريد تعيدون ترتيب الأفكار مالتكم. إنه الكوربسلز موجودة فقط بالكورتكس، والنفرون هي عبارة عن كوربسل and tubular unit. tubular unit موجودة mainly in the cortex، وجزء بسيط من عدها موجود in the medulla. وهذا الرسم هسه هو جزء مستقطع من هذا المكان in the kidney. يعني أنا إذا أدخل بالمدلة deeply in the medulla ما راح ألقى موجود الكوربسلز وهاي الجزء الكبير من التيوبولز. هذا المكان موجود به فقط التيوبولز and ducts. The duct system موجود هنا and tubules. زين، بس الكوربسلز والنفرونز mainly موجود بالكورتكس. فإذا هسه راح نحكي عن النفرون. شنو أجزاء النفرون؟ النفرون بجزئين. الجزء الأول هو الكوربسل. الكوربسل هو شنو؟ الكوربسل عبارة عن غلوماريولاس، هاي غلوماريولاس and surrounding capsule. الغلوماريولاس هي عبارة عن tuft of the capillaries. الغلوماريولاس هي عبارة عن tuft of the capillaries. زين، اللي بعدين هسه اليوم راح أشرح لكم شلون جاية منين هاي الكابلاريز. والكابسول اللي هي هاي دائرة مدائرها اللي تحيط الجلوماريولاس، الكابسول هي نسميها بومانس كابسول. بومانس كابسول، والبومانس كابسول أكيد أنتم تعرفون تتكون من البرايتال لير اللي هي الأوتر لير، والبسرال لير هي الطبقة اللي هي in contact with the glomerulus.
الطبقه من البومان كابسول اللي هي متصله مباشره بالجلوميرولوس اسميها فيسرال لاير اوف ذا بومان كابسول، والطبقه الخارجيه اللي تحوطهم كلهم اللي هي البارايتال لاير اوف ذا بومان كابسول. اكو موجود سبيس بين الفيسرال لاير والبارايتال لاير اوف ذا بومان كابسول اللي نسميها الرينال سبيس، وهذا الرينال سبيس هو المكان اللي يجمع الفلتريت. اللي شنو الفلتريت؟ هو الدم يجي بالكابيلاريز، يصير فلتريشن بالكابيلاريز والفيسرال لاير اوف ذا بومان كابسول، هاي كلها راح اشرحها بالمستقبل. فهذا الفلويد اللي هو مصفى فلتريتد بلاد راح يدخل بالرينال سبيس، ومن الرينال سبيس راح يروح للتيوبولار سيستم، والتيوبولار سيستم بعدين بالنتيجه راح يروح لل راح يروح لليوريتر. فاذا الرينال سبيس هو المكان اللي طالع بيشكو شيء to be excreted from the blood، المكان اللي يطلع منه الويست ميتابولايت اللي تطلع من عند الفلويد الزايده، الويست ميتابولايت زايده، الالكترولايتس الزايده تطلع من بالرينال سبيس اللي هي منين جايه؟ جايه من البلاد. البلاد وين موجود؟ موجود بالجلوميرولوس. الفلتريشن يصير بالجلوميرولوس والفيسرال لاير اوف ذا بومان كابسول، وهذا الفلتريت يروح بالرينال سبيس، ومن الرينال سبيس راح يروح بالتيوبولار سيستم، وبعدين بالنتيجه يروح لليوريترز وينطرح للخارج. فاذا هسه الرينال كوربسل عباره عن جلوميرولوس والسراوندينج رينال كابسول او بومان كابسول. فمن سمعون اكو فرق بين جلوميرولوس وبين الكوربسل. الجلوميرولوس هو فقط الكابيلاري تافت هاي الموجوده بالداخل، والكوربسل هي عباره عن كابيلاري تافت اند ذا سراوندينج كابسول. زين هاي طبعا مثل ما اتفقنا موجوده فقط بالكورتكس. ويجي هنا بعدين عندنا التيوبولار سيستم. التيوبولار سيستم مقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول هو البروكسيمال تيوبيول اللي هو الجزء ممتد لحد هذا المكان البنفسجي، هذا نسميه بروكسيمال تيوبيول، هذا الجزء الاول من التيوبولار سيستم. الجزء الثاني اللي هو هاي هذا اللي نسميه لوب اوف هنلي، هذا الجزء اللي هو عباره عن يو شيب لونه ازرق هو لوب اوف هنلي. والجزء الثالث اللي هو ديستال تيوبيول، هذا اللي انا راح امشي عليه يبدي اصفر وبعدين يصير اخضر ينتهي باللون الاصفر، هذا ديستال تيوبيول. راح نقسم كل واحد من عندهم نشوفه شنو. طبعا هو يبدي من الرينال كوربسل يقسموها انتو تو بولز. هذا البول نسميه فاسكولار بول اللي يدخل من عنده برانش من الرينال ارتري ويتفرع ويسوي لنا الجلوميرولوس، هذا نسميه فاسكولار بول. هذا الجزء الثاني او القطب الثاني اللي نسميه تيوبولار بول، منه يطلع البروكسيمال تيوبيول. فالبروكسيمال تيوبيول يطلع من جهه والارتري اللي يكون الجلوميرولوس من جهه اخرى. هسه نبدي بالبروكسيمال تيوبيول. البروكسيمال تيوبيول يبدي على شكل convoluted tubule، هذا convoluted tubule شكله convoluted يعني بيفولتس نسميه convoluted tubules اللي موجود entirely in the cortex، كله موجود in the cortex. زين والجزء الثاني اللي هو straight part، هذا straight part موجود منه جزء يعني تقريبا entirely straight، الجزء المستقيم تقريبا predominantly in the medulla. فإذا البروكسيمال تيوبيول الجزء الأول نسميه convoluted part والجزء الثاني نسميه straight part. The convoluted part mainly present in the cortex، بينما straight part موجود predominantly in the medulla. زين هاي خلصنا من البروكسيمال proximal tubule اللي بي جزئين، proximal convoluted tubule and proximal straight tubule. هذا الجزء الأول tubular system. الجزء الثاني اللي هو loop of Henle، هذا اللي هو على شكل U shape loop of Henle. بالloop of Henle عنده two limbs، the descending limb هذا and the ascending limb، the descending limb and the ascending limb. واتفقنا إنه loop of Henle entirely present in the medulla، كله موجود بالمدلة أبدا ما موجود بالكورتكس. زين ورا اللوب اوف اللي يتصل به الديستال تيوبيول. الديستال تيوبيول ايضا متكون من جزئين، ذا ستريت بارتس
هذا الجزء اللي هو thick and straight part and the convoluted part. The straight part attached to loop of Henle present in the medulla وبعدين يصعد إلى الكورتكس يتصل بالconvoluted part of the distal tubule اللي هو هذا اللون أخضر اللي هو convoluted part of the distal tubule. إلى هنا انتهى ال distal tubule. فإذا convoluted distal tubule موجود in the cortex only. Distal convoluted distal convoluted احنا نسميه distal convoluted tubule موجود entirely in the cortex. هاي احتمال تجيكم MCQ يعني مثلا distal convoluted tubule موجود entirely in the cortex لكن distal tubule جزء من عنده. إذا ما أقول convoluted يعني أقول بس distal tubule فجزء من عنده اللي هو straight part موجود in the medulla لكنه ال distal convoluted tubule entirely present in the cortex. فإذا نعيد ال tubular system اللي هو proximal tubule. Proximal tubule موجود بجزئين اللي هو proximal convoluted tubule موجود entirely in the cortex and proximal straight tubule اللي هو موجود in the medulla. بعدين يجينا loop of Henle موجود entirely in the medulla. بعدين يجي ال distal tubule. The distal tubule be two parts اللي هو distal straight tubule موجود in the medulla وجزء من عنده بالcortex اللي هو هذا لونه أصفر and distal convoluted tubule اللي موجود entirely in the cortex. هذا اللي هنا هسه احنا انتهينا من الfunctional unit اللي نسميه نفرون اللي احنا سميناه نفرون اللي هو عبارة عن الكوربصل والكوربصل قلنا عبارة عن glomerulus والبومن كابسول والtubular system اللي هو proximal tubule loop of Henle and distal tubule. حد المكان الأصفر خلصنا من النفرون. زين الجزء المتبقي هذا اللي نشوفه structures المتبقية نسميه collecting system. collecting system شنو هو collecting system؟ هو system اللي يجمع الفلويد اللي هو المستقبل ويورين يعني يصير يورين اللي جمع لنا الاكسكريتوري فلويد أو اللي نسميه الفلتريت. الفلتريت اللي جاي من الكوربصل واللي جاي من الجلوميرولا يتجمع بالبروكسيمال واللوب اوف هنلي والديستال تيوبيول بعدين يروح للكولكتنج سيستم حتى ينطرح للخارج عن طريق اليوريتر. هذا الكولكتنج سيستم عباره عن فيرست كونكتنج تيوبيول. هذا الاصفر الصغيروني نسميه كونكتنج تيوبيول. كونكتنج تيوبيول شنو كونكتنج تيوبيول؟ هو التيوبيول اللي يربط لنا بين الديستال تيوبيول ويربط لنا ويا الكولكتنج دكت. شوف اكو اسمين اكو connecting tubule بالN واكو collecting duct بالL. فالconnecting tubule هذا الاصفر الصغيروني connecting tubule هذا يتصل بالtubular system يعني يتصل بالdistal convoluted tubule ها وبعدين يربط لنا الdistal convoluted tubule يربطه بالcollecting duct. شوف الcollecting duct منو هذا اللي لونها بيجي اللي هسه راح امشي عليها بالبوينتر. هاي كولكتنج داكت اللي لونها بيجي راح امشي عليها بالبوينتر مالتي. هاي نسميها كولكتنج داكت. الكولكتنج داكت تدخل او تصب بيها مجموعه كونكتنج تيوبولز. هاي الكونكتنج تيوبولز وظيفتها انه تربط لنا الديستال كونفولوتد تيوبول تربطها بالكولكتنج داكت تربطها بالكولكتنج داكت. وبالحقيقة إنه ال connecting tubules مجموعة connecting tubules هنا ما موضحيها بالرسم تكون بالتكست مذكورة إنه connecting tubules تتجمع تكون لنا collecting tubules والcollecting tubules هي اللي تنفتح بالcollecting duct. فما مشكلة هذه بس أنتوا حفظوا هذا الشكل اللي عندكم حفظوا هذا الشكل اللي عندكم. فإذا الfunctional unit هي النفرون والنفرون هي عبارة عن الكوربصل والتيوبولار سيستم وهذا النفرون attached to the collecting system. فعندنا هسه هنا بهاي الصورة عندنا two systems اللي هو النفرون and collecting system. collecting system هو عبارة عن connecting tubules collecting tubules and collecting duct. خلا عيدهم connecting tubules وبعدين تكون لنا collecting tubules وكل collecting tubules الصوب بالcollecting duct. فهذا كل شيء اللي يعنينا بالstructure the functional structure of the kidney.
البلاد سيركليشن ما راح احكي لكم اياها كتكست، راح اشرح لكم اياها على الفيجر، اسهل لكم راسا حتى تفهموها. هسه انا احكي على سيركليشن اوف ذا كدني، شلون يدخل الارتري وشلون يطلع الفينوس درينج، شلون تدخل الارتريال سبلاي وشلون يطلع الفينوس درينج. زين، احنا السبلمنتس مال الكدني تعرفوها انتم باخذيها بالاناتومي، هو الرينال ارتري، الرينال ارتري اللي هو جاينا من الديسندنج ايورتا، فهذا الرينال ارتري يدخل كل كدني تستلم رينال ارتري واحد، كل كدني تستلم رينال ارتري واحد. خش نير ذا هايلم، هذا الهايلم، هذا المكان اللي احنا قلنا عليه كونكيف هو هايلم، نير هايلم الرينال ارتري يتفرع انتو تو برانشز اللي نسميه هسه من يتفرع راح نسميه سيجمنتال ارتري، نسميه سيجمنتال ارتري. فاذا كان هو رينال ارتري اللي هو جاي من الايورتا يتفرع فرعين، واحد اثنين سميناه سيجمنتال ارتري، هذا سيجمنتال ارتري. سيجمنتال ارتري يدخل الى منطقه البلبس، بمنطقه البلبس بالبريتال اريا اوف ذا بلبس راح يتفرع انتو مالتيبل برانشز، each segmental artery يتفرع into multiple branches، branches متعددة. زين، هذا segmental artery متفرع هواية وهذا متفرع من الطهواية division segmental artery الثاني. من يتفرع بعد ما نسميه segmental artery هذا المكان نسميه interlobar artery، interlobar artery. فإذا الinterlobar artery جاينا من تفرع السيجمنتال ارتري. ليش سميناه انترلوبر ارتري؟ لانه موجود بين اللوبس اوف ذا ميدولا، اللي موجود بين اللوبس اوف ذا ميدولا. واحنا اتفقنا شنو اللوبس، اللي هي عباره عن بيراميد، بيراميدز اند سراوندينج كورتيكال تيشو. فاذا نبدي رينال ارتري، يتفرع الرينال ارتري ينطيني سيجمنتال ارتري، والسيجمنتال ارتري يتفرع بمنطقه البلفز ينطيني مالتيبل انتر لوبر ارتري. فاذا الانتر لوبر ارتري موجوده فقط ان ذا ميدولا، موجوده فقط ان ذا ميدولا. هم جاء تجيكم ام سي كيو، انتر لوبر ارتري موجوده فقط ان ذا ميدولا، تمشي اور باس تو ذا ديبث اوف ذا ميدولا الى ان توصل الى الكورتيكو ميدولاري جانكشن. هذا الكورتيكو ميدولاري جانكشن، فالانتر لوبر ارتري تبدي يعني منها من البداية المدلة وتمشي بالدفت مال المدلة إلى أن توصل إلى الكورتيكو ميدولاري جانكشن. بعد هنا شرحت تنطي ديفيجن، كل الانترلوبر أرتري ينطي ديفيجنز اللي نسميها هاي تمشي ويا الكورتيكو ميدولاري جانكشن، سميها أركويت أرتري، أركويت أرتري. هذا الأركويت أرتري اللي هو جاي من الديفيجن of the interlobar artery. فإذا رينال ارتري يتفرع ينطينا السيجمنتال ارتريز، والسيجمنتال ارتريز تتفرع تنطينا الانتر لوبر ارتريز، والانتر لوبر ارتريز موجوده فقط ان ذا ميدولا بتوين ذا لوبس اوف ذا كيدني اوف ذا ميدولا يعني، اند جيف رايز تو اركويت ارتريز. الاركويت ارتريز تمشي بشكل اوبليك هيك يعني ترانسفيرس، الباث واي مالتها ترانسفيرس، موجودة بالكورتيكو ميدولاري جانكشن، موجودة بالكورتيكو ميدولاري جانكشن. هاي واحد أركويت أرتري، هذا أركويت أرتري ثاني، هذا الأركويت أرتري ثالث، وهكذا جاي من الانترلوبر أرتري. زين، الأركويت أرتري give or divided into multiple interlobular arteries، هنا سميناها لوبيوس، interlobular arteries. فإذا الاركويت ارتري ينطينا ماني انتر لوبولار ارتريز، انتر عفوا انتر لوبولار ارتريز ينطيني كل اركويت ارتري ينطيني ماني انتر لوبولار ارتريز. اذا هسه الانتر لوبولار ارتريز موجوده فقط ان ذا كورتكس، هاي البرانشات اللي صغيرونه اللي تشوفوها اللي لونها احمر. هسه احنا نحكي على الارتريال سيستم اللي لونه احمر، الازرق هو الفينال سيستم. في الأرتريال سيستم هو اللون أحمر، هو ينطينا هاي هنا الموجودة بالكورتكس اللي هي انتر لوبولار أرتري، انتر لوبولار أرتري. فإذا الرينال أرتري ينطي السيجمنتال أرتري، والسيجمنتال أرتري ينطي انتر لوبر أرتري، والانتر لوبر أرتري divided to أركويت أرتري، والأركويت أرتري divided into انتر لوبولار أرتري. زين، هذا الانتر لوبولار أرتري راح ننتقل للصورة الثانية بعد ما نقدر لازم نكبر. هذا الانترلوبولار ارتري، هذا الانترلوبولار ارتري. ايش ينطينا الانترلوبولار ارتري؟
ينطينا مايكرو فاسكولار، راح يبدي مايكرو فاسكولار. انتم تعرفون شنو المايكرو فاسكولار؟ المايكرو فاسكولاتر بالهيومن بودي، ات اني سايت اوف هيومن بودي، من اقول لكم مايكرو سيركيليشن اور مايكرو فاسكولار ستراكشر، يعني قصدي الارتريولز والكابيلاري فقط. الارتريولز والكابيلاريز نسميها مايكرو سيركيليشن اور مايكرو فاسكولار ستراكشرز. فهذا الانترلوبولار ارتري راح ينطيني arterioles اللي احنا نسميه مايكرو سيركلر ارتريول، ارتريول الصغير الارتريول اللي هو هذا، خلي يطلع لي البوينتر، هذا الارتريول شو اسميه؟ اسميه افرنت بالاي، افرنت ارتريولز، افرنت ارتريول، يعني الاركويت ارتري ينطيني مالتيبل افرنت بالاي ارتريول، افرنت ارتريول. احنا قبل كانوا يحفظون اياها، قبل بنتنا بالكليه كان بعض من اساتذتنا مصريين، واذا شايفين انتم تتابعون اللهجه المصريه بالافلام والمسلسلات مالتهم، الافرنت حتى احفظها، يقولنا يعني شان اهلا، افرنت اهلا، يعني يدخل، يدخل الاستراكشر نسميه افرنت، لانه النقيض مالته او العكس مالته هو الافرنت بالاي. الافرنت هو الارتريولز اللي يطلع من الاني ستراكشر، فالافرنت اللي يدخل والافرنت اللي يطلع. هسه بالنسبه للكوربسل، بالنسبه للرينال كوربسل، الافرنت هو الارتريول اللي يدخل نسميه افرنت ارتريول، واللي يطلع اسميه افرنت ارتريول. بالمصري الافرنت اهلا يعني يدخل، والافرنت ابعد، ابعد يعني يطلع. زين، فهيك اذا يحب واحد خف مرات تشبك شنو الافرنت وشنو الافرنت، بكل مكان بالجسم الداخل يسموه افرنت والخارج يسموه افرنت، مو بس بالنسبه للفيسلز، اي شيء اي ستراكشر يستعملون به هذا المصطلح. الافرنت هو الستراكشر اللي يدخل، والافرنت هو الستراكشر اللي يطلع، كانما اهلا وابعد. زين، هسه نجي انه الكل انترلوبولار ارتري ينطينا مالتيبل افرنت arterioles، افرنت بالاي، افرنت arterioles. هذا الافرنت arterioles يعطيني تافت اور كومبلكس كابيلاري ستراكشر، كومبلكس كابيلاري لوبس اللي هو الجلوميرولس. فالافرنت artery هو اللي يعطيني الجلوميرولس، يتفرع انتو مالتيبل كومبلكس كابيلاري لوبس انتو كومبلكس كابيلاري لوبس اللي هو نسميه الجلوميرولاس. الافرنت ارتريول هو اللي ينطيني الجلوميرولاس، هاي الجلوميرولاس. فالافرنت ارتريول باعوا بالاي، الافرنت بالاي هو اللي ينطيني، يتفرع الى مالتيبل برانشز اوف ذا كابيلاري لوب كومبلكس، خلينا نسميه مو مالتيبل، كومبلكس تافت اوف ذا كابيلاري لوبس اللي نسميه جلوميرولاس. فاذا الجلوميرولاس هي عباره عن كابيلاريز اللي هو tuft of the capillary loops أو complex of the capillary loops اللي جايتنا من الافرنت arteriole، والافرنت arteriole جاي من الانترلوبولار artery اللي احنا قلنا الانترلوبولار artery فقط موجود بالكورتكس، ما موجود in the medulla. هو هذا structure أصلاً كله موجود بالكورتكس فقط. بس حتى ما أنسى، احنا خلي احنا قلنا دائماً النيفرونز موجود بال موجود بالكورتكس، لكن اكو نفرونز اللي تكون قريبه من المدلة اسميها جكستا مدلاري نفرونز، حتى ما ننسى هذا الموضوع. انا شرحت لكم اياها بالمحاضره الاولى، قلنا احنا نفرونز كلها موجوده بالكورتكس، واكو نسبه صغيره سبع عدد النفرونز، 1/7 من النفرونز موجود ايضا بالكورتكس لكن قريب من المدلة، نسميه جكستا مدلاري نفرونز، يعني موجود بهاي المنطقه، موجود بهاي المنطقة. النفرونز اللي موجودة بهاي المنطقة أسميها جوكستا مدلاري نفرونز. هو المفروض أشرحكم إياها قبل هاي ويا الرسم، بس حتى ما ننساها خلي نثبتها بمعلوماتنا. أكو نفرون نسميها جوكستا مدلاري نفرونز، هي أيضا موجودة بالكورتكس لكنها موجودة ملاصقة جدا للمدلة. فهسا وصلنا أنتو جلوميرولاس، والجلوميرولاس قلنا عبارة عن كومبلكس of the capillary loops اللي هي جاية من تفرعات الانتر العفو من تفرعات الافرنت ارتريول، الافرنت ارتريول. هسه البلود دخل للكوربسل اللي احنا قلنا عليها، هاي الرينال كوربسل دخل عندي البلود انتو رينال كوربسل، دخل عندي البلود شلون يطلع؟ عاده بكل اورجن
يدخل البلاد بالارتريولز ويطلع بالفينيولز، بالرينال كوربسل البلاد ما يطلع بالفينيولز، ايضا يطلع بارتريول اللي نسميه افرنت ارتريول، الطالع اسميه بالاي افرنت، ابعد روح افرنت ارتريول، افرنت افرنت ارتريول يعني الطالع. وقلت لكم اي شيء اي ستراكشر اذا الافرنت يعني خارج والافرنت هو الداخل، فيطلع على شكل افرنت ارتريول. الافرنت ارتريول immediately اول ما يطلع منها يبدي راح ينطيني ايضا يعني network of the capillary loops، هذه اللي هي هاي network of the capillary loops، network of the capillary loops اللي نسميها peritubular capillaries اللي هي الكابيلاريز اللي موجوده فقط بالكورتكس surrounding the tubules، surrounding the proximal tubules اللي هي proximal distal tubule و proximal convoluted tubules. فهذا structure اللي هو surrounding the tubules اللي هي عبارة عن network of the capillary loops اللي هو اجانا من ال efferent arteriole نسميه peritubular capillaries، peritubular capillaries. خش فإذا هسه دخل efferent arteriole سواء الجلوميرولوس وطلع على شكل افرنت ارتريولز، والافرنت ارتريولز اعطتنا شبكه من الكابيلاريز اللي نسميها بريتيوبولار كابيلاريز. ليش سميناها بريتيوبولار كابيلاريز؟ لانه هي سراوندد ذا تيوبولز، تحيط التيوبولز موجوده فقط بالكورتكس. اكو استثناء بالجلوميرولوس اللي هي جكستا مدلاري جلوميرولاي، جكستا مدلاري جلوميرولاي اللي هي ما مرسومه هنا بالصوره، اللي هي تصير قريبه هنا على المدله. الافرنت ارتريولز ما تنطي البريتيوبولار ارتري، ما تنطي بريتيوبولار ارتري، تنطي بارلل باندلز او بارلل برانشز اوف ذا كابيلاري لوبس، بارلل برانشز اوف ذا كابيلاري لوبس اللي نسميها فازا ركتا، فازا معناها فازل وركتا معناها مستقيم، يعني الركتا باللغه اللاتينيه مستقيم، شلون احنا نقول ركتم المستقيم بالجي اي تي لانه هو ستراكشر مالته مستقيم. هذه ليش سميناها بازاركتا؟ لانه هي ما صايره على شكل شبكه، يعني صايره على شكل لاينز متوازيه مستقيمه، نسميها فازا ركتا. هذا الخط البرتقالي، احنا طبعا دائما اللي تشوفون البلو هو الفينوس سيستم، هذا الوردي هو الارتريال سيستم، فلحد هنا احنا نحكي بالارتريال سيستم، اخر شيء هنا بي هو الفازا ركتا. فالفازا ركتا هي capillaries اللي هي تكون parallel capillaries loop of capillaries parallel in structure موجودة فقط arises from the juxta medullary glomeruli، تجينا أصلها من الافرنت arteriole موجودة فقط بالjuxta medullary glomeruli. منين جاية؟ جاية قلنا من تفرعات الافرنت arteriole، وين تروح؟ surrounding the loop of Henle، موجودة داير مداير loop of Henle والأجزاء الديستال تيوبيول اللي هو straight part of the distal tubule، فقط تحوط التيوبيولز والloop of Henle. فملاحظة إذن إنه الفازاركتا أولا هي ما موجودة بكل glomeruli أو ما موجودة بكل النفرونز، فقط موجودة بالجكستا مدلاري نفرونز. خاف تجيكم MCQ الفازاركتا موجودة فقط بالجكستا مدلاري نفرونز، واحنا اتفقنا جكستا مدلاري نفرونز هي النفرونز اللي تكون قريبه على المدله، موجوده بمنطقه الجنكشن بين كورتكس والمدله. زين منين جايه الفازاركتا؟ هي الديفيجن مال الافرنت ارتريول. ليش سميناها فازاركتا؟ لانها تكون على شكل خطوط مستقيمه متوازيه. وين موجوده؟ موجوده فقط بالمدله، سراوندينج ذا تيوبولز اند loop of Henle. tubules فقط الجزء الموجود بالمدلة اللي هو قلنا straight part of the proximal and distal tubule and loop of Henle، فقط تحوط هاي المنطقة وفقط موجودة بالمدلة. خافت يجيكم MCQ انه الفازاركتا موجودة بالكورتكس، لا ما موجودة بالكورتكس، موجودة فقط in the مدلة، والمدلة بهذا هنا تشوفوا هذا المكان الطوخ وهذا مدلة. فهاي نهاية يعني آخر شيء بالarterial division. يجي الفينوس ديفيجن بالضبط نفس التسميات، الفينز هاي لونها ازرق، اكو رينال فين
والفين يتفرع يعطي انترلوبر فين، ويتفرع الانترلوبر فين يعطينا الاركويد فين، والاركويد فين يعطيني الانترلوبيولر فين، والانترلوبيولر عفوا الانترلوبيولر فين راح تستقبل الفينوس درينج هذا اللي هو باللون الازرق، تستقبله من الفازاركتا، امين اكو فينوس سيستم اللي هو قابل للفازاركتا، واكو بريتيوبيولر فينز يعني اكو فازاركتا فينيلر سايت، واكو العفو هذا الفازاركتا فينيلر سايت، واكو عندنا بريتيوبيولر فينز. فاذا نفس تقسيمات بالضبط الارتريز تتقسم الفينز. ملاحظه اخيره لان وقتنا خلص، انه معظم البلود 90% من البلود يروح للكورتكس، فقط 10% يروح للمدلة، يعني 10 أضعاف البلاد تروح للكورتكس، وهذا طبعا متوقع أو المطلوب، لأنه إحنا عملية الفلتريشن هي تصير بالكورتكس، والمدلة هي المكان اللي بيه التيوبولز والدكتس، وظيفتها بس تستلم الفلتريت اللي هو الفلويد اللي هو اكسكريتد فلويد، يعني الفلويد اللي بيه الويست ميتابولايت والويست برودكت والالكترولايت الزايدة والامور الزايده موجوده بالفلتريت او نسميها اكسكريتد فلويد. وهاي نهايه المحاضره، وشكرا جزيلا على الاستماع. انا تليفوني موجود. المحاضره الاولى تبدي introduction of the urinary system. The urinary system consists of first paired kidneys, ureters, bladder and urethra. كلكم تعرفوها. الفانكشن الرئيسي of the renal system is to ensure the optimal properties of the blood. To ensure the optimal properties of the blood. اللي هو هذا continuously monitor. مو مرة واحدة يتشيك البلد يعني عن طريق الكيدنيز. الكيدني تحافظ على ال optimal properties of the blood بشكل مستمر خلال 24 ساعة مال اليوم وخلال كل يوم in human body. فإذا الوظيفة الرئيسية للرينال سيستم هو to ensure optimal properties of the blood. يعني شنو optimal properties of the blood؟ لأنه هي تسوي the first function and the most important function is regulation of the balance between the water and electrolytes. تحافظ على البالانس between the water and electrolytes. فالالكترولايتس الزايدة تنطرح والواتر الزايد ينطرح. And it control the acid-base balance. أيضا القاعدة الزايدة تنطرح، البيز الزايدة تنطرح، وهكذا. فتحافظ بشكل مستمر على the water and electrolyte balance and acid-base balance. The first function and the most important function. Other important function of the kidney is excretion of the metabolic wastes or waste product. Along with excess water and electrolyte. بالإضافة إلى أنه تطرح الواتر وتطرح الالكترولايت تتخلص من الميتابوليك ويست برودكت. وهذا الويست برودكت والواتر الزايد والالكترولايت الزايدة راح تطلع عن طريق يعني through the ureters وتروح بعدين للبلدر وبالبلدر تنطرح in the urethra. هاي الوظيفتين الأساسيات اللي هو acid base balance, electrolyte and water balance والexcretion of the metabolic waste product. وظائف أخرى اللي هي كلش مهمة أيضا. The kidneys excrete many bioactive substances including many drugs. Excrete many bioactive substances. For example drugs. فإذا شخص مثلا يأخذ treatment شلون يصير excretion of the drug؟ هو ما يبقى هو دائما بالجسم يأخذ يؤدي الفاكشن مالته ويصير به excretion. هو يصير بي excretion عن طريق أما الليفر أو عن طريق الكيدني. فإذا excretion of the bioactive substances example عليها هو الدراجز مثلا البويزن التوكسينز وهكذا. هواي أشياء ممكن تنطرح عن طريق الكيدني. أيضا الوظيفة مهمة وأكيد أنتوا تعرفوها إنه الكيدني responsible for the secretion of the renin. والرنين هو protease important for the regulation of the blood pressure. ينظم لنا عفوا هذا يمشي واحده ينظم لنا البلد بريشر. وتعرفون بالفسلجه تماما شلون ينظم الرنين البلد بريشر، لانه هو يحول الانجيوتنسينوجين اللي هو الان اكتف يحوله الى انجيوتنسين 1، وبالنتيجه هو الفازو اكتف ينظم البلد بريشر عن طريق الدايليتيشن اند كونتراكشن اوف ذا بلد فيسل. بعد شنو وظيفه مهمه للكيدني هو سكريشن اوف ذا ارثروبويتين. Secretion of the erythropoietin. وكلكم تعرفوا شنو الارثروبويتين أكيد. هو glycoprotein, growth factor that stimulates
أرثروسايت برودكشن، هو الهرمون اللي يحفز البرودكشن اوف ار بي سيز. منين يصير برودكشن اوف ار بي سيز؟ طبعا نعرف انه يجي من البون مارو او نسميه الريد مارو. شو وقت يصير ستيميوليشن الارثروبوتين يسوي ستيميوليشن فور برودكشن اوف ار بي سيز؟ من يصير عندنا لو او 2 ليفل، راح ينفرز الارثروبوتين من الكدنيز، وبالنتيجه هذا الارثروبوتين راح يحفز برودكشن اوف ذا ار بي سيز فروم ذا بون مارو. الوظيفة الأخرى اللي هي مرات واحد ناسيها أو ما تجي بالبال، هو الconversion of the steroid pro-hormone فيتامين دي، عفوا بس أسوي صحيح، conversion of the steroid pro-hormone فيتامين دي، اللي هو بالبداية يبدي على شكل نوع من أنواع الستيرويد موجود بالسكن، وهذا يصير بهايدروكسيليشن. The first step of hydroxylation يصير بالليفر، والسكند step of hydroxylation يصير بالكدني، يسوي لنا 125 dihydroxy vitamin D3 or نسميه كالسي ترايول. فالفيتامين دي هو جزء مهم من عنده حتى يتكون هو الكدني. الكدني تستلمه من السكن بالبداية، وبعدين يصير بهايدروكسيليشن بالليفر المرحلة الأولى، والمرحلة النهائية حتى يتكون الفيتامين D3 هو اللي نستفاد من عنده، هو المهم أو اللي نسميه كالسيترايول. المرحلة النهائية هو يتكون in the kidney كونه فيتامين D3. الوظيفة الأخيرة واللي هي هم مرات دائما واحد ينساها هو الجلوكونيوجينيسيس. احنا دائما نعرف انه الجلوكونيوجينيسيس يصير بالليفر، لكنه هنا معلومة إنه الجلوكونيوجينيسيس ما يصير فقط بالليفر، أيضا يصير بالكيدنيز. الكيدنيز شنو الجلوكونيوجينيسيس؟ هي العملية اللي تصير during starvation بالمجاعات، أو during prolonged period of fasting. إذا الشخص صار لفترة طويلة يصير عملية الجلوكونيوجينيسيس اللي هو making glucose from amino acids. هو بالشكل الطبيعي الأمينو أسيدز ما تكون ما تتحول إلى جلوكوز أو ما تنطي جلوكوز، لكنه إذا كان starvation أو prolonged fasting راح الشخص يحتاج إلى جلوكوز. فمنين يجيب الجلوكوز؟ يجيبه من الأمينو أسيدز اللي هي يجيبه من البروتينز وهذا الباقي كله أنا شرحته بهاي المحاضرة، يعني المحاضرة الأولى بعد ما تحتاجوا هذا التصويت مع التسجيل مع الباوربوينت. وشكرا جزيلا مرة ثانية للاستماع. أوكي شباب، أكو سؤال؟